جيت امتى؟ انا جيت الساعه 2 الظهر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي ان شاء الله احنا بيتم الكبس من خلال الشركه المصريه الالمانيه ايجيك على المواسير، على اختبارات المواسير اللي حامت، عشان لو في اذا لا قدر الله مشكله في التسريبات في اللحامات الخاصة بينا، بتلاقي المؤشر بتاعك ده بينزل عن العشرين بار. طول ما المؤشر ده سيادتك ثابت، طول ما الضغط بتاع حضرتك ثابت، اللحامات بتاعتنا كل دي بفضل الله مكبوسة مية معانا، عشان لو عندك مشكلة في اللحامات تلاقي المؤشر بينزل. طول ما انت لحاماتك سليمة كده بفضل الله، تعرف ان الشغل بتاعنا ان شاء الله سليم، مفيش فيه تسريب. ايه اقفل؟ مش عايزين نستنى.